وإلى مرتزقة الإخوان وإلى منافقي الإخوان وإلى مطبلطية الإخوان. ده أنا بقصد مين؟ أنا بقصد بشكل مباشر الإعلاميين اللي صدعونا ليل نهار على إنهم مهنيين ومحترمين، ويبدأ كلامه بكلام وشعر من محمود درويش وأحمد مطر، ويتحدث بشعر جبران خليل جبران، ويتحدث عن النزاهة والشرف، ويتحدث عن الإخلاص والمهنية والوطنية، لكن للأسف الشديد بيسقطوا في كل الاختبارات كما سقط يسري فودة في اختبارات الجزيرة وسر للغاية، وانفضح علاقته اللي كانت مثار اهتمام كل أجهزة الاستخبارات، علاقته بطالبان في أفغانستان، علاقته بتنظيم القاعدة وذهابه إليهم وتصويره، وعلاقته بالأجهزة الاستخباراتية. هذا الرجل اللي كان موجود هنا في مصر بيتكلم وينظر إليه البعض على أنه واحة من الوطنية أو المهنية، وبعدين بيهاجر من مصر بحريته ويطلع يشتغل في محطة ألمانية اسمها دوتش فيلا، وفجأة بنجده مطرودا ملعونا خارجا من دوتش فيلا بسلسلة وبحزمة من الفضائح. الأول تعالوا نشوفوا يسري فودة وهو بيتكلم بيتحدث عن الإعلام المضلل وبيكذب ويتلاعب بالعقول وبيحاول إن هو يتكلم عن الإعلام المهني، وبيتكلم بشكل يعكس التناقض الداخلي عنده. تعالوا نسمعه مع بعض ونرجع نكمل. حينما يتحول الأبيض إلى رمادي، ويتحول الرمادي إلى أسود، ويتحول الأسود إلى عدوان، فتش عن الإعلام. وحينما يتحول الحق إلى شك، ويتحول الشك إلى زور، ويتحول الزور إلى بهتان، فتش عن الإعلام. اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق. هؤلاء المتلاعبون بالعقول بكل منهجية وبكل إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب، حتى وإن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل احتقار. وماذا عن يسري فودة الذي أشاد بإيقاء التفجيرات 11 سبتمبر؟ قال عنه أنه ملتزم ومثقف ومتدين ووطني جدا. كيف ليسري فودة أن يجرؤ على أن يمتدح واحد إرهابي؟ تعالوا نستمع إليه. وانا شخصيا لما قعدت اقتربت وشفت يعني قصه حياه محمد عطا، خلتني نفسي انا يعني احنا اتنين مولودين في الدلتا، بس هو من كفر الشيخ انا من الغربيه. احنا اتنين رحنا القاهره عشان نتعلم زي شباب مصريين كتير. يدوب انا خلصت اتخرجت من جامعه القاهره، كان هو بيدخلها يعني، كنت انا خريج اعلام جامعه القاهره، كان هو داخل كليه الهندسه جامعه القاهره. رحت الجامعه الامريكيه عملت الماجستير في الاعلام، يا دوب خلصته كان هو بيدخل الجامعه الامريكيه عشان يتعلم انجليزي. رحت اسكتلندا علشان اعمل دكتوراه، كان هو بياخد منحه من معهد جوته الالماني علشان يروح المانيا يعني، وبدا رحله الماجستير بتاعته. خواطر خواطر. بالاضافه الى مجموعه حاجات اخرى، هو كان منظم جدا وحساس جدا ووطني على فكرة جدا. هو كان منظم جدا وحساس جدا ووطني على فكرة جدا. يسري فودة بيبرر لأسامة بن لادن كمان أفعاله وأعماله الإرهابية، وبيشيد به زي ما أشاد بمحمد عطا بهذا الشكل فج اللي الناس ما انتبهتش ليه. تعالوا نستمع إليه وبيتكلم على أسامة بن لادن. القاعدة ما كانش عنده مشكلة مع الغرب في البداية على الأقل. مشكلتهم الأساسية هي الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وإنه هم حاولوا يستهدفوا الأنظمة، وإحنا عندنا تاريخ طويل في ده في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات من جماعات هي دلوقتي تعتبر in a sense جزء لا يتجزأ من القاعدة. حتى يعني كان واحد من أبرز أعضاء هو دلوقتي أكبر مسؤول في القاعدة، دكتور أيمن الزواهر. فهدف الأساسي كان
ما يرونه استبدادا في الأنظمة العربية بشكل عام. امتى جت النقلة؟ عندما أدرك تنظيم القاعدة أنه لن يستطيع الوصول إلى الأنظمة العربية طالما أن واشنطن تتدخل، طالما أن الغرب يتدخل، طالما أنه يسند ويدعم الأنظمة، طالما أنه يكيل بمكيالين. كيف تحول يسري فودة من مهاجمة الإخوان إلى النوم في أحضان الإخوان؟ كيف تحول من الهجوم الضاري على الإخوان وقال ليس منا من يحمل السلاح، ثم تحول فجأة لكي يدافع عن الإخوان؟ تعالوا نستمع إلى تناقضات يسري فودة. كانت ثورة قادها شباب مصر وصباياها، ثم جاء الإخوان ومن معهم فاختطفوها. في رأي الإخوان ومن معهم أنهم ذاقوا الأمرين لأكثر من 80 سنة حتى هيأ الله لهم أخيرا حكم مصر وما وراء مصر. في رأي من خرجوا في 30 يونيو أن الله حمى مصر وما وراء مصر من مستقبل مظلم فاشل عنصري. وفي رأي خبراء استراتيجيين أن ثورة قامت حماها جيش فأودت بجمال مبارك وبأمه وأبيه ومن معهم وهكذا اكتملت. وفي رأي الفقراء والمطحونين والمعدمين ألا شيء من هذا كله يهم في غياب لقمة العيش وفرص الحياة. لا يسيئن أحد فهمنا، ولا يؤولن أحد ما نقول، ولا يخطئن أحد ألا مكان بيننا لأحد يحمل السلاح أو يقتل النفس أو يدمر الحياة بأي صورة من الصور، أو حتى يحرض أو يسب أو يغمز أو يلمز. سوى هذا من حق كل مصري أينما كان يقف أن يحلم بغد أفضل له ولهذا الوطن. دون غمز أو لمز تحول يسري فودة من الهجوم الضاري على الإخوان كما استمعنا إلى العمل والتعامل والارتماء في أحضانهم والدفاع عنهم في آخر لقطة، تعالوا نسمعها معا. يوم دموي في تاريخ مصر والإنسانية لا يزال ساخنا سخونة الدم في الذاكرة بقدر ما أنه لا يزال مثيرا للجدل وللشقاق. عام كامل وما لا نعرفه عن ذلك اليوم يبدو أكثر مما نعرفه، وجانب مما نعرفه يختار جانب منا أن يغض عنه الطرف. عام كامل على ذلك اليوم، ومن قتل قتل، ومن قتل قتل، ومن أخطأ أخطأ، ومن تاجر باسم الدين تاجر باسم الدين، ومن عبأ باسم الوطن عبأ باسم الوطن، ومن حرض باسم الشرعية حرض، ولا ندري نحن في خضم ذلك كله كم قطرة دم مصرية سالت على أرض مصرية بأيد مصرية. ذهب من الجزيرة إلى القاهرة في استراحة مع الإخوان، ثم انتقل إلى ألمانيا في دوتشي فيلا ليقدم برنامج السلطة الخامسة. هذا البرنامج على مدار عامين لم يحقق أي نجاح يذكر، كان برنامجا فاشلا بامتياز. سقط يسري فودة سقوطا مدويا دون أن يعرف أحد لماذا تم طرده من محطة دوتشي فيلا الألمانية. هناك كثير من التفسيرات والتأويلات، لكن الثابت لدينا أن أخطاء أخلاقية ارتكبها يسري فودة، أن هناك علاقات مشبوهة وعلاقات مع أجهزة الاستخبارات موجودة في أوروبا بتحاول أن تزعزع الاستقرار، وبتحاول أن تستخدم يسري فودة بما لديه من خبرة في التعامل مع القاعدة ومع الأجهزة الاستخباراتية فيما مضى، وأيضا حالات تحرش ثابتة قام بها يسري فودة خلال إقامته في ألمانيا وعمله في الدوتشي فيلا بتجعله خارج هذه المحطة.